السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، وتكونوا في تمام الاحوال. جيت لكم بواحد الفيديو جديد، فيديو على لا كوموند اللي توصلت بها من عند اوريفلان. كما كتشوفوا يلا توصلت بها كرتونه باقي مسدوده. كما كتشوفوا هنا كتجيب الاسم والرقم الهاتف ديال الشخص اللي دوماندا باللاصق ديالها. انا غادي نفتحها ونرجع لكم. غادي نبداو على بركه الله. شوفوا لا كوموند اشنو فيها. فغادي نبداو بهاد الشفرات ديال الحلاقه اللي هما طلعتهم من الاول. شفرات الحلاقه من ماركه ديال سيلك. الشفرات اللي كيجيو على هاد الشكل راهم برومو 27 درهم هاد الشهر. هذا كيجيو ثلاثه هاد الشكل. هذا كاين هاد البارفان ديال سيغناتور، بارفان اللي هي رجاليه زوينه الصراحه وروعه. هاد امبر اليكسير، كنقولوا لها امبر، الاغلبيه كيقولوا لها امبر الغوز. هاد امبر اليكسير فيها ريحه العود مجهده لمحبي رائحه العود، صراحه روعه. هاد البارفان هادي كتعجبني، ريحتها مجهده وريحه العود، فهادي اودو بارفان. فاللي كتعجبو ريحه العود كنصحو بهاد امبر اليكسير من بين لي بارفان اللي فيهم رائحه العود. كاين هاد الشامبان والديميلور ديالو ديال هيريكس، هانتوما كيفاش داير. هذا الشامبان الشعر كي صراحه هذا كيرطب الشعر، كيحيد التقصف، كيعطي واحد اللمعه للشعر زوين. هاد الشامبان هيريكس المهم كيصلح حتى الشعر الجاف المتضرر. الماركه ديال هيكس. هذا شامبان وهذا البلسم الموليين ديالو. نمشيو عند هاد الكريمه، هاد القماج. هذا هاد القماج جايين بجوج بيهم هكا على هاد الشكل هكا. كما قلت لكم هذا قماج ديال اليدين، وهذه الكريمه ديال اليدين جايين بجوج بيهم. وبرومو هاد الشهر يعني كتاخذوا الكريمه كتعطى لكم بالمجان المقشر ديال اليدين من ماركه ديال ميلك اوند هوني. سكروب صراحه اللي هو غزال كيخلي اليدين رطيبين وزوينين. وهذا ميلك اوند هوني. هذه الكريمه كترطب اليدين في هادو كلهم. يلا اللي طلبوا لي الكليانات. كاين هاد الصابونات ديال لوف ناتور، دارهم جداد هاد الشهر بواحد الثمن اللي هو رمزي 13 درهم ولا 15 درهم. لوف ناتور، وطلبوا لي جوج، جبت ليهم جوج، ريحتهم ريحه الفريز. كاين هاد الماسكارات هادو اللي داروهم هاد الشهر. فكما قلت لكم هاد الماسكارات هادو داروهم جداد هاد الشهر. هذا داروا فيهم واحد العرض اللي هو افتتاحي. هنا كما كتشوفوا هذه هي الورقه ديال العرض، فكتاخذوا جوج من الاختيار ديالكم، وكتاخذوا جوج بمجان. كتقولوا كيفاش الاختيار ديالنا؟ كاينين جوج مضادين للماء، مقاومين للماء، عفوا كاين ماسكارا اللي مقاومه للماء عندها كود ديالها خاص، وكاينه اللي عاديه يعني كتحايد بالماء عادي، الاخرى كتكون مضاده للماء. والامتيازات ديالها كما كتشوفوا هنا، كاين فيها واحد في خمسة يعني كتعطي واحد الحجم، وكتعطي الطول بحجم كبير، وتمنح مزيد من الحجم اكبر بتسعة المرات. كما قلت لكم تطول تفصل وتلف، يعني كتخدم بواحد الطريقة اللي السما الصراحة زوينة بزاف. وبين يعني الماسكارا ديال اوريفلام كما كشفتوا ديما معروفين زوينين من حتى الى ما لا نهايه. فاحنا لحد الساعه مازال اوريفلام كتخرج لنا ماسكارات وكتبهرنا بالماسكارات ديالها اللي كل مره كتخرجهم. وكاين اللي كياخذ بطبيعه الحال، انا خديت جوج وتعطاو لي جوج غراتويت بحكم ان الكليان ديالي كيطلبوا لي الماسكارات فكنجيبهم ابار. يعني كنبيعهم في البلاصه ان فوا شي وحده كتحتاج ماسكارات، فاستغليت هذا العرض هذا وجبتهم. كاين اللي كياخذ وحده 69 درهم.
هادو هما كما شفتوا صراحه راه باينين غيكونوا زوينين. نمشيو للعرض، نمشيو عند هاد الكريمه هذه اللي كتحيد الهالات السوداء ديال تحت العينين، كتحيد الهالات السوداء. نفتحها ونرجع لكم. ها نتوما جايه على هذا الشكل هذا. فهذه كريمه من اوبتيمال سيدرا، كتعطي الترطيب، كتحيد الهالات السوداء، كيتحيد حتى الانتفاخ. صراحه هذه كتعجبني بزاف، واستعملت بها بزاف ديال العلب بحال هكا. اخيرتها وحده يلا تسالات ليا، ان شاء الله غنجي منها شي وحده. هذه طلبتها لي كليانه ديالي. نمشيو عند هذا الكوماج هذا ديال ايسونسيال اللي ديجا هضرت معاه، كوماج وماسك في نفس الوقت، اثنان في واحد، يعني ماسك وكوماج من ماركه ديال ايسونسيال، من فيتامين او وبي 3 المسؤول على تفتيح البشره. وصراحه غزال هذا، في حبيبات اللي هما لطيفه اللي تقدروا تخدموهم على البشره وانتم مرتاحين. وكاين هذه الكريمه هذه، لانني انا سالت لي الكريمه ديال الرجلين، فانا جبت هذه نرط بها رجلاتي. باقي لي واحد شي شويه في واحد العلبه، هذه من فيتو من اوريفلام بطبيعة الحال، لان هاد الكوموند كامله اللي جبت من عند اوريفلام فيها 75 مليلتر. وكاين هاد الساشيات هادو اللي هي اخر برودوي اللي وصلوني، وهما هادو ساشيات من نوفاج، فاكيد غيكونوا شي ماركه جديده من نوفاج. فاحنا غادي نشوفو، كاين كريمه، كاين سيروم، كاين كريمه تحت العين، هادو صيفطتهم لنا اوريفلام باش نجربوهم ان شاء الله. وكاين نشوفو عاوتاني شنو كاين. كاين هاد الكتالوج، هذا الكتالوج ديال شهر 8 كيسبقوه لينا، ومن بعد نشوفو شنو كاين. كيصيفطو لنا الفاتوره ديال لي برودوي على هاد الشكل هكا كل حاجه، وكيصيفطو لنا هذه ديال النقاط و الثمن باش كتقداو لي برودوي كمستشارين حنا مع اوريفلام. وكما شفتوا اوريفلام كل شهر كدير لنا عروض اللي هي شهريه، ديما كنقولها في كل كوموند كتوصلني. فهاد الشهر هذا عطات لنا حويجات اللي هما منزليه، اختاريت انني نجيب هاد الهشوار هذا اللي غادي يعاونني بزاف. كتطحنوا فيه الخضره، كتطحنوا فيه، تقدروا ديروا فيه حتى الكفته، يعني متعددة الاستعمال، متعددة الاستعمالات. والصراحة زوين وسهل، وغادي نفتحو باش تشوفو كيفاش داير. هانتوما جاي هكا، جاي في هاد الموس ديالو، جاي بهاد الشكل هذا. وهاشوار اللي هو دا الصراحة الشكل ديالو تقريبا بحال هذا بلا ما نجبدو، لأن عكست باش نجبدو هادو. لا نوريو لكم، شوفوا معايا الصراحة كيف كنخدم. قصت الكاميرا وديجا ديجا عندي واحد، عندي واحد ولكن خدمتو. هذا الراس ديالو اللي فيه هاد هنا السرعات، هانتوما كيفاش داير هذا الراس. كاين الحويجات صح، هز هز خير وبركة. هانتوما كاين هاد الوريقة هادي ديالو جميلة، وهذا هو الهاشوار جاي بهاد الشكل، وفيه النيت بعدا هنايا عاود مواس جايين خمسة ديال عفوا ربعة. بالإضافة إلى هذا، حتى هذا كيتستعمل كما شفتو، كيجي على هذا الشكل هكا، كيجي هذا هذا فوق منو هكا. اللي غادي ينفع بزاف هذا، كينفع كينفع في الكوزينة بزاف هذا الشيء، هذا الهاشوار هذا. فبصحتي وراحتي على لا كوموند ديالي هاد الهدية هادي الصراحة من ماركة ديال إمبريال، لأن أوريفلام كدير لنا الأغلبية من هاد الماركة هادي اللي هي زوينة. وحتى البلاستيك ديالو قاسح، ماشي زاج، هذا راه بلاستيك،
بلاستيك الغليظ. هذه هي لا كوموند ديالي كما كتشوفوا، اللهم بارك. لا كوموند اللي هي بسيطه والهديه ديالي. وبالنسبه للناس اللي باغيه تاخذ من عند اوريفلام وتشري من عند اوريفلام بثمن اقل من ثمن الكتالوج، فما عليها الا انها تواصلوا معايا على الرقم اللي موجود على الشاشه باش ان شاء الله نطلع لها كود برومو ديالها، سواء بغات تقضى بثمن اقل من ثمن الكتالوج او تبيع حتى هي تبيع للزبائن ديالها ويكون عندها زبائن باش تربح ديك 23% على كل منتوج تقطاته من عند اوريفلام او تخدم على المشروع والمقاولة ديالها. وكيما شفتوا العروض كل شهر كدير لنا اوريفلام عروض، فانا خديت الهاشوار ب 59 درهم لان درت وفرت الشرط ديال 100 نقطة اللي هي 650 درهم من الكتالوج. اما الى كملنا حتى 150 نقطة فكناخدو احد هاد المنتوجات، هادي المنتوجات اللي هي من الكتالوج، كاين جيل دوش، كاين واحد البلسم، كاين سبراي، كاين بزاف ديال المنتوجات، فكناخدوهم بالثمن اللي هو رمزي جدا. بصح الى وفرنا الشرط ديال 150 نقطة بطبيعة الحال انا ما كملتش المرة الجاية ان شاء الله نكمل على مديك 100 نقطة باش ناخد احد هاد المنتوجات هذا بالثمن اللي هو مكتوب على الشاشة. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بشي لايك وتعليق وبارتجوا الفيديو مع احبابكم وشكرا.